من مدينة القائم، معي فرحان افتخان قائم مقام القائم. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فرحان. ما أهمية هذه الجهود اليوم لإعادة الإعمار؟ إلى أي درجة المواطن العراقي يثبت وكل مرة ويوما بعد يوم بأنه ضد الإرهاب وأنه جاهز لإعادة إعمار العراق من دون التفريق بين أي طائفة؟ نتحدث من أبرز ما يتم العمل عليه اليوم، إعادة إعمار الكنائس من قبل المسلمين. يا اهلا وسهلا بكم. اود ان اوضح لك بان مدينه القائم هي احد مدن محافظه انبار، وتعتبر منطقه حدوديه، وتعداد سكانها ما يقارب 200,000 نسمه، فيها من الموارد البشريه والموارد الطبيعيه. وهذه المدينه سود من قبل داعش الارهابي في مده الاخرى. تم تشرف القضاء اليوم بزياره دوله رئيس وزراء الخادع عن قوات مسلحه لرفع العلم العراقي في المنفذ الحدودي من الدول ومنظمات المجتمع المدني ان يكون لها دور متميز في اعاده اعمار البنى التحتيه. كما تعرفين تنظيم داعش سيطر لحوالي 3 سنوات ونصف على هذه المدينه، وانا في من ضمن المدينه موجود ولاحظت بعين اعمار كبير لحق. طيب الصوت يتقطع، على أي حال استفدنا من وجود حضرتك من مدينة القائم فرحان افتخان قائم مقام القائم.